اكتر فترة نوم ممكن تتخيل انت تسمع عنها كانت قد ايه؟ مثلا ساعة، ساعتين، يوم، اتنين، تلات ايام، طب اسبوع. طب عايز اقولك النهاردة تخيل معايا ممكن حد ينام لمدة 32 سنة متواصلين، والحكاية دي مش حكاية خيالية، ده حكاية كارولين أولسون اللي نامت فعلا 32 سنة بشكل متواصل. سنة 1861 اتولدت كارولين في جنوب السويد، وفضلت مقضية حياتها بشكل طبيعي لحد ما تمت ال 14 سنة، تحديدا سنة 1876، وكانت بتلعب مع أصحابها في القرية بتاعتهم عادي جدا في جنوب السويد. وهي بتلعب اتزحلقت، وقعت في حفرة كان التلج فيها متكسر وكان في مية من تحت التلج، وقعت جوه المية دي وكانت هتغرق. طبعا أهل القرية أول ما عرفوا إن كارولين وقعت في الحفرة جريوا عليها على طول وحاولوا إن هم ينقذوها، وطلعت بالسلامة من الحفرة ومكانش فيه أي حاجة حصلت. اليوم ده عدى عادي جدا. وجيت تاني يوم كارولين قامت من النوم بدأت تحس إن في ألم جامد في عظام الفك، بعدها ألم قوي جدا في منطقة الضروس. وكان في الفترة دي من زمان كان في اعتقاد إن أي مرض أو أي ألم بيجي للإنسان بيكون غالبا نتيجة لأعمال سحرية حصلت له. فأهل كارولين تخيلوا إن حد عمل لها سحر. كارولين عدت اليوم بتاعها عادي خالص، لكن الألم بتاع الأسنان لسه مستمر، ودخلت تنام عادي. ومن هنا تبدأ أغرب حكاية من حكايات التاريخ. وفضلت نايمة ومر عليها ساعة، اتنين، تلاتة، عادي جدا ومستمرة في النوم. استمرت في النوم لمدة يوم كامل، وبعد كده فضلت نايمة اليوم التاني، وبعد كده فضلت نايمة اليوم التالت. بدأ أهلها يجيلهم حالة من القلق لأنها مش راضية تصحى خالص. حاولوا يجربوا معاها كذا طريقة، إنهم يشكوها بالدبابيس والإبر أو يضربوها بالأقلام ويتصرفوا بأي حاجة بحيث إنها تصحى مثلا من النوم، ويكب عليها مية ساعة، لكن هي مفيش أي استجابة ونايمة تماما. والدة كارولين من كتر الخوف فضلت قاعدة جنبها، وبدأ يمر اليوم التالت واليوم الرابع، بدأت تخاف عليها إنها تموت من الجوع وهي نايمة، وبدأت تخليها تعمل لها لبن مخلوط بالعسل وتحاول تخليه تشربه وهي نايمة بأي طريقة، المهم إن هي تاكل عشان تحافظ عليها. مر 10 أيام كاملين ومحدش عارف هي كارولين مستمرية في النوم ليه، وأهل كارولين مكانش متأثرين ماديا، يعني مكانش معاهم فلوس. أهل القرية لما عرفوا إن حالة كارولين فيها مشكلة واللي هي نايمة بقالها فترة، قاموا جمعوا فلوس من بعض وعرضوا كارولين على دكتور. الدكتور وصل البيت وبيكشف على كارولين، لقاها فعلا ما فيهاش أي حاجة خالص، وكل وظائف جسمها عندها طبيعية جدا وشغالة ومفيش أي حاجة. وكان مر على النوم دوت 10 أيام وهي مستمرة في النوم بنفس الشكل ومفيش أي تغيير. الدكاترة من كتر ما كانوا مستغربين حالة كارولين فضلوا قاعدين جنبها وبيتابعوها لمدة سنة كاملة، وخلال السنة دي هي ما بتاكلش حاجة غير لبن بالعسل مش أكتر، لكن فضلت نايمة لمدة سنة كاملة بدون أي تغيير في وظائف الجسم، والوظائف كلها بتعمل بشكل طبيعي، لكن هي برضو نايمة لمدة سنة. الدكاترة من كتر قلقهم بعتوا خطاب لكبار الأطباء وشرحوا ليهم حالة كارولين، وقالوا لهم إن كارولين دي فعلا نايمة لمدة سنة مستمرة بدون أي تغيير حصل لها وبدون أي أضرار ظاهرة على جسمها. لجنة الأطباء بعتت فريق كامل متكامل يكشف على كارولين، والمفاجأة إن هما لقوا إن وظائف الجسم بتنمو عادي، يعني بتكبر جسمها عادي، وإن كل حاجة في جسمها طبيعية، لكنها فعلا في حالة نوم ملوش أي تفسير. والأغرب كمان إن جسم كارولين خلال نومها كان بينمو بشكل طبيعي، لكن الشعر والضوافر ما بينموش خالص وبنفس شكلها من ساعة ما نامت. وأهل كارولين قالوا كمان إنها في أحيان كانت بتقوم وتقعد على السرير وهي نايمة ومغمضة عينيها، كانت بتقول بعض الكلام اللي مش مفهوم خالص واللي كان بيبان عليه اللي هو طلاسم، وكانوا بيستغربوا وبيخافوا منها كمان. وبعد ما تخلص كلامها بترجع تنام تاني لحد ما جت سنة 1904 توفت والدة كارولين. وهنا واحدة من سكان القرية كانت عارفة بمشكلتها وتبرعت انها تتولى رعاية كارولين بعد وفاة والدتها. مر 3 سنين وصلنا لسنة 1907، واخوات كارولين الاثنين هما كمان ماتوا. وبعد ما مر 32 سنة كاملين وتحديدا سنة 1908 صحت كارولين من النوم، لكنها صحت على عالم تاني خالص. مر 32 سنة شكلها اتغير وبقت كبيرة وكبرت في السن، وكمان وشها فيه تجاعيد، وفجأة ان والدتها توفت وان اخواتها توفوا وهي مش عارفة تتعرف على اي حد من بقية افراد العيلة ولا عارفة ايه اللي حصل بالظبط. كارولين لما اتسألت انت كنت حاسة بايه طول الفترة دي، او كنت بتحس بايه، او كنت سامعة ايه فترة ال 32 سنة دول، اول حاجة كانت بتقولها انها حاسة كانت في حلم كبير جدا، وهي لسه فاكرة
أول ما بدأت تدخل في النوم وإنها بدأت تحس إنها دخلت في حلم كبير جدا، ومش متخيلة أبدا إن ممكن يمر 32 سنة على نومها بالشكل ده. وكمان بتقول إنها كانت بتشوف بعض الأحلام وشوش زرقة تحت المية وكانت بتغرق، والمفاجأة إن أخوات كارولين الاتنين ماتوا غرقانين. كتير من الناس كانوا بيشككوا في حكاية كارولين، وكانوا بيقولوا إن والدتها هي اللي عاملة الحكاية دي عشان خاطر كان عندها مشكلة نفسية وما كانتش عايزة تقابل حد. لكن الست اللي قامت برعاية كارولين بعد وفاة أمها أكدت إن خلال فترة الرعاية دي كارولين ما صحيتش ولا مرة من النوم، واتعمل على كارولين أبحاث كتيرة جدا ودراسات كتيرة جدا، لحد سنة 1919 نشر باحث وطبيب نفسي كبير بحث كامل عن حالة كارولين. والوصف الوحيد اللي قدر يوصفه الحالة دي اللي مرت بيها إنها مرض غامض جدا وملوش أي تفسير خالص. المرض ده بيخلي الإنسان عينيه مقفولة وكأنه نايم بالظبط، لكأنه حاسس بكل التفاصيل اللي حواليه، لحد ما جت سنة 1950 وماتت كارولين وهي عندها 80 سنة، شيل منهم 32 سنة كاملين كانت نايمة فيهم، يعني هي تقريبا عاشت حوالي 48 سنة. ممكن بنسمع عن حالات دخلت في غيبوبة لفترة طويلة، لكن الغيبوبة دي لازم تكون تحت إشراف طبي كبير جدا، ولازم تكون جوه مكان مخصص ومعقم ورعاية صحية متكاملة علشان الوظائف دي تفضل شغالة، ويفضل الأطباء كل يوم يعملوا تحاليل وأشعاعات عشان خاطر يتابعوا الحالة الصحية بتاعت الجسم الإنسان ده. لكن حالة كارولين لا يمكن تكون حالة غيبوبة، ما هي إلا الوحيدة اللي نامت 32 سنة وما حسيتش بيهم، وكل اللي كانت فاكراه إن هي بتقول إن هي نامت بس فترة صغيرة ودخلت في حلم كبير. وإنت كنت تعرف الكلام دوت؟ وعلى فكرة أنا هاني النادي من المدفون وما بقولش أي حاجة غير ما تكون قصص حقيقية ومتوثقة، وممكن أسيب لكم كمان لينك القصة دي كامل في الديسكريبشن تحت. بس أهم حاجة تخلي بالك من نفسك لحد ما أجيلكم في حلقة جديدة، وكمان تدعمني بلايك كومنت وشير، وتعمل سبسكرايب لو انت لسه مشتركتش في قناة المدفون. وسلام.